طالبة الشيخ عبد الرحمن. هذا الحفل الذي يعبر عن إيمان الدولة الجزائرية بعمق وحجم المعاناة التي تتعرض لها أخواتنا وإخواننا في فلسطين والصحراء الغربية يحمل أكثر من دلالة، فهو يعبر عن مواصلة دعم بلادنا لكل قضايا التحرر في العالم ومساندتها وتأييدها اللامشروط لكل الشعوب المضطهدة التي تتعرض للنهب والتقتيل من طرف مستعمريها، كما أنها رسالة لوقوفنا إلى جانب العدل والحق والقيم الإنسانية والقوانين الدولية. إحياء ذكرى خالدة أليمة لدى شعبنا الأبي، وهي ذكرى مجازر 8 ماي 45 بعد أن أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوماً وطنياً للذاكرة، فأردناها سانحة لتأكيد مساندتنا ومؤازرتنا الثابتة وتضامننا المعهود مع القضايا العادلة. شكري وامتناني للجزائر العظيمة، لأن بفضل الجزائر، بفضل الأمن والتعليم اللي وفرتوا لي الجزائر كلاجئة، تمكنت من يعني من وصولي لهذا المكان، وإن شاء الله تكون يعني جامعة الزوار هي البوابة لنجاحات أعظم وأكبر إن شاء الله. نتشارك الأمل والألم مع بعضنا البعض، وفي هذا اليوم السعيد أيضا كتكريمنا كطلاب في جامعة هواري بومدين العريقة، لنا الفخر أن نتتلمذ تحت أكاديميا تحت إشراف دكاترة عريقين.